السلام عليكم ورحمة الله. موجز وأخبار الثانية من قناة المرابطون، أهلا بكم. انطلق بالعاصمة نواكشوط ملتقى منظم من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول آليات مناهضة التعذيب في موريتانيا. الملتقى يشارك فيه عشرات الممثلين عن قيادات الجيش والدرك والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق، وسيتم خلاله استعراض ونقاش القوانين المجرمة للتعذيب والآليات المتخذة من طرف موريتانيا بهذا الخصوص. أعلن صباح اليوم بمبنى الجمعية الوطنية في نواكشوط عن تأسيس فريق برلماني للحكم الرشيد يضم حوالي 17 نائبا برلمانيا أغلبهم من أحزاب الأغلبية. وقال رئيس الفريق النائب عبد الرحمن المراكشي إن الهدف من هذا الفريق هو توجه الجمعية الوطنية لاتخاذ القرارات المناسبة التي تدخل ضمن صلاحياتها في هذا المجال. احتضنت العاصمة نواكشوط المؤتمر الدولي الأول للطريقة القادرية البكائية بشمال وغرب أفريقيا، وذلك تزامنا مع ذكرى مرور 500 سنة على وفاة الشيخ سيد أحمد البكائي الكنتي المعروف بدمعة نزيل ولاته. وجرى المؤتمر بحضور ممثلين للطريقة القادرية في العديد من البلدان المجاورة، إضافة إلى بعض أحفاد الشيخ سيد أحمد البكائي الكنتي. أشرف الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز في العاصمة نواكشوط يوم أمس على انطلاق السنة القضائية الجديدة، وقد تعهد في خطاب الافتتاح الذي جرى وسط حضور واسع من أعضاء الهيئات القضائية والحقوقية، تعهد بقرب صدور قانون جديد يتعلق بمكافحة التعذيب في البلاد. خلدت موريتانيا يوم أمس ذكرى اليوم العالمي للصحة المنظم هذا العام تحت شعار السلامة الغذائية. وقال الأمين العام لوزارة الصحة أحمد السيد أحمد اللجة إن السلامة الغذائية تشكل إحدى الأولويات لدى الكثير من البلدان، وإن وزارة الصحة الموريتانية ستبذل جهودا مضاعفة من أجل سلامة الأغذية وضمان جودتها. تواصل رابطة العلماء الموريتانيين سلسلة ندواتها العلمية الهادفة إلى عرض مضامين بيانها الأخير بشأن الرق في البلاد، الداعي إلى اعتماد الفتوى الصادرة عن علماء موريتانيا عام 1981. وحسب بيان وزعته الرابطة فإن هذه الندوات سوف تنظم في مقاطعة نواكشوط التسع ابتداء من 6 أبريل وحتى 14 منها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.